يس أنا أخذت الدايموند مالتي، بس هسه إجا الوقت نروح للأسواق. بس ولو ما أعرف هذا الخبر اللي سمعته، معقولة هذا وباء الزومبي منتشر بكل مكان؟ إيه بس أنا ما شفت أي شيء لحد هسه، حتى ما سمعت أي خبر إنه القرى اليمنى ما بيها أي شيء. ولو بعد ما أعرف، أحسن شيء هسه إنه أروح للأسواق وراح أشتري. أوكي إيش راح أشتري؟ أنا عندي بس 5 دايموند، راح أشتري بيها صمون وأشتري بيها دجاج. يلا خل أدخل. مرحبا عمو. اهلا يا بنتي روني، تفضلي. هي عمو انا محتاجه اخذ صمون وراح اخذ منك دجاج، ايش قد يصير المجموع؟ الصمون سعره 2 دايموند. شنو 2 دايموند؟ بس هي عمو ليش سعره 2 دايموند؟ هي روني انت ما تعرفين الاخبار هسه الايام ان الزومبي ووباء الزومبي منتشر بكل القرى، حتى الناس تحولوا واحتمال راح يجون على القريه مالتنا. شنو بس هي عمو هذا سعره كلش غالي، المفروض ب1 دايموند. هي بصراحه انا ما اعرف، الصمون بدا يقل ولهذا ارتفع سعره. ايش راح اسوي؟ يس انا جيت. اهلا صباح الخير. اهلا وجيجي صباح النور. هي انا جيت اريد اشتري صمونه، انطيني هاي الصمون. هي انتظر جيجي، هاي الصمونه سعرها 2 دايموند. جيجي انا مخبرني بهذا الشيء سعره كلش غالي. هي. يقول منتشر وباء الزومبي ولهذا الاغراض اللي عندك قاعد تقل، حتى قاعد يبيعها بسعر غالي. شنو؟ هي انت ايش تصعد الاسعار؟ والله لساني اسان جوعان، انا ايش راح اكل؟ هي اني ما اعرف، اذا تريد روح اشتري من غير مكان. هي جيجي تعرف غير مكان، انا بس ما اعرف بس هالاسواق. هي روني انت ما تعرفين، هي تعاي تعاي هذا كلش مزعج ويبيع اسعار غاليه، هي تعاي على السريع. تعرفين اني فقير وبيتي من الديرت، انا مضطر اشتري بسعر رخيص. حتى أنا سامع مسوين ماركت جديد بنهاية القرية، يقولوا هذا الماركت يبيع بأسعار رخيصة. أنت متأكد من هذا الشيء؟ معقول يكون أكو ماركت بنهاية القرية؟ أي طبعاً طبعاً، هم أصلاً كملوا، بس أعتقد هسه افتتحوا وراح يبيعون بسعر رخيص، مو مثل هذا الغني المزعج يبيع بأسعار غالية. وجيجي بعد ما أدري، بس هي جيجي اليوم ما قاعد تحس القرية هدوء. ما عرفون الناس اختفوا، معقول يكون الناس هربوا بعد هذا الخبر؟ هي رانيا انت ما قاعد تسمعين الاخبار، اصلا دا يقولون لا تخرجوا من البيت، حاولوا تبقون داخل البيوت لان احتمال على اي لحظه راح يهجمون علينا الزومبي. جيجي انا ما صدق بالاخبار، احتمال يكونوا كذابين، لا مستحيل، اصلا حتى ما شفت اي شخص من القرى اللي قريبه علينا قال انه اكو زومبي. هي بصراحه انا ما اعرف، بس انا البارحه عطل التلفزيون مالتي ما سمعت الاخبار البارحه، بس اعتقد ذول الزومبي بعيدين ومستحيل يتقربون علينا. بعد ما اعرف، بس اوكي هسه راح نروح على الاسواق الجديده، بس محقو راح تكون حلوه وبيا كل الشغلات اللي احتاجها. لا عاد يلا جي خلينا نستعجل. يس تقربنا، هي روني قاعد تشوفين الاسواق ايش قد كبيره. واو هي جيجي هاي اكبر اسواق بالعالم. اي طبعا صراحه انا حتى سامع انه اسعارهم رخيصه، راح نقدر نشتري صمون. يلا روني تعي على السريع. بس هي جيجي والله عجبني هذا المكان. جيجي معقول هذا بياكل كل شيء هواي؟ اكيد بيكون انواع الاكل. هي روني اصلا انا موجود كل انواع الاكل بالعالم. اوكي قاعد تشوفين ايش قد بي ناس. اي صحيح، بس جيجي عدد الناس قليله مو كل شيء هواي. اوكي حتى قاعده اشوف صحيح ذاك الكاشير بذاك المكان. بس اوكي خلينا نشوف شنو عندهم. هنا عندهم عنب واناناس واوكي عصير وتشبس هذا الاحبه، وهنا خضار فلفل جبن. هيجي قاعد اشوف والله عندهم هواي انواع اكل. اي طبعا رانيا هنا عندهم قسم مال العاب وعندهم هناك قسم مال العاب. ايش هنا قسم مال العاب؟ هيجي جوا هون، بس ها كله هنا خضار اوكي موز وفواكه. وجيجي هالعاب كلش حلوه. اي طبعا بصراحه هنا حتى الالعاب مالتهم. هي راني ايش رايك اذا اشترينا هالالعاب؟ يعني هالالعاب رخيصه. بس هي جيجي تتوقع ايش قد سعرها؟ هي بصراحه اني مسائل احتمال تكون ب3 أو 4 دايموند. بس هي جيجي انت متقاضي رخيص؟ متاكد من هذا الحكي؟ اي طبعا طبعا، هسه انا اخذت هاي الصمونه راح اساله على السريع. اوكي اوكي خليني اشوف قد راح يقول لي السعر. هي مرحبا يا عمو. هي تفضل نعم، ايش قد سعر هذا الصمون؟ هذا بوس 1 دايموند. اوكي راني مثل ما قلت لك سعره رخيص. مو جيجي يعني كل هالمنتجات كلها رخيصه وبسعر مناسبه واكيد راح تفيدنا. اي طبعا، هسه انا اخذت هذا الصمون. هي تفضل عمو هذا ال1 دايموند. اوكي اوكي بس هسه ايش راح اسوي؟ اوكي ايش راح اختار؟ والله هنا هواي شغلات. هنا شنو هنا؟ اوكي دجاج، مي، هنا اكو بسكويت، هنا افوكادو، عرموط. والله دخلت. هي جيجي حتى ما اعرف اختار. اوكي رانيا يلا اشتري على السريع، احنا لازم نرجع للبيت. بس هي رانيا يصير اكل هاي الصمون اللي اشتريته واخذ وحده ثانيه؟ شنو؟ هي جيجي
شو انت يعني قاعد تسرق منهم؟ ما يصير ما يصير. بس بصراحه ما تكفيني صمونه واحده، وانا الدايموند مالتي خلاص. اوكي اذا تقدر راح ادفع لك دايموند جيجي، اخذ الصمونه وين راح ادفع لك. اوكي خلي اخذ صمونه ثانيه. يلا اوكي بس هسه ايش راح اخذ بعد؟ شو خل اشوف هنا شنو؟ معجون طماطه ولا لا ما يفيدني. هنا شنو؟ اكل مال قطط. اوكي هنا اكو الصمون. هيجي والله هذا الماركت كلش عجبني، هذا اكبر ماركت بالعالم. بس جيجي هاي كم صمونة اخذت؟ هي اوكي، هاي الصمونة القديمة وهاي الصمونة الجديدة. اوكي لا عاد هسه راح ادفع الحساب. هي عمو اردك تحسب حساب الصمونة ويا هذا الدجاج. اوكي انت شنو اخذتي وي انت؟ هي عمو شوف اخذ هاي الدجاج اثنين وجيجي اخذ صمونة، ايش قد يصير المجموع؟ اوكي يصير 4 دايموند. اوكي عمو تفضل، هاي تفضل. يس دفعت الحساب وجا الوقت اني نخرج. هاي رونية والله انتي ايش ما خليتيني استخدم هاي العربانة. هاي جيجي هاي الناس ياخذون اكل هواية مثل نحن ناخذ، يعني اما حاجة او حاجتين. هذي مال غراض كلش عددها هواي ولهذا يخلوه بالسلة. هاي رونية بصراحة اني ما اخذ صمونتين وصمونتين مو قليل. يلا يا جيجي اصعد لنا. هاي انت ايش قاعد تسوي؟ هاي رونية خليني نلعب، اصلا العربانة مجانا. والله صدق هالعربة كلش حلوة. زين اقدر اروح من هذا الاتجاه؟ اوكي والله هاي اسطورية. هاي رونية تعي خليني نتسابق انا وياك. اوكي جيت هسه نروح اجمل هالجهة. هاي انتو ايش قاعد تسوون؟ ممنوع تلعبون بهاي العربانة. هاي جيجي والله هذا قام يصيح علينا، احتمال راح يطردنا. تعال اوكي هاي رونية رجعي على السريع، لازم نهرب على السريع. يلا تعاي. هيجي هسه احنا كملنا الكرتون حتى تاخر الوقت وصار ليل، بس جيجي والله ذا الكرتون كان حلو. اوكي خلي ندير هالقناه، بصراحه انا ضجت من قناه الكرتون. اوكي راح ندير على الاخبار، خلينا نشوف ايش راح يطلع. انتباه عاجل يا سكان القريه، لقد اقتربت حشود من الزومبي الى قريتنا، الرجاء التوجه الى البيوت وعدم الخروج، الرجاء ابقوا داخل البيوت. هي بس شنو؟ ليش هيجي؟ شو هالوشوشه؟ والله انقطع الصوت. ليش معقولة؟ هاي روني ليش صار؟ ليش ايش قام يطلع وشوشه؟ اوكي خلينا نحاول ندير هالقناة. جيجي ما اعرف انقطع اتصال، بس هسه احنا ايش راح نسوي؟ قاعد يحذرنا ويقول انتباه واقتراب الحشود. معقولة؟ حشود من الزومبي؟ والله هذا الشيء كلش خطر، يعني مو زومبي واحد ولا اثنين. هاي جيجي احتمال هسه ما دخلوا القرية، ومن دخلوا القرية انقطع اتصال. هي لحد شو حنسوي؟ أنا سمعت يقول رجاء البقاء داخل البيوت. والله هذا الشيء كلش خطر. هي رانية إذا بقينا داخل البيت هنا احتمال أكل مالته راح يخلص. طبعا جيجي أنا حتى الدجاج اللي جبته هسه أكلته وخلص، زي ايش راح أسوي؟ هي بصراحة إذا رانية ما أعتقد بداخل البيت، أعتقد هذا الشيء خطأ إنه نبقى داخل البيت. بس جيجي وين نروح؟ يعني شنو قبل أكو ملاجئ؟ تعرفون هنا حتى ملاجئ ماكو، والناس كلها هربت اللي بالقرية، راحوا مكانات بعيدة، أكو أغلبهم عندهم طيارات وهربوا بطياراتهم، وأكو ناس عندهم قوارب وراحوا بالقارب. بس هي جيجي احنا كل شي ما عدنا، شو راح نروح؟ هي بصراحة اذا ما راح نقدر نروح. هيا جيجي حاول تفكر، انا لازم اشوف لي طريقة. بس رانية انت شنو رأيك اذا رحنا الى الاسواق؟ الاسواق؟ هي جيجي شو يسوي بالاسواق؟ ما سمعت هسه بالتلفزيون يقول ممنوع الخروج. هي رانية اسمعي، انا اعرف انه ممنوع الخروج، بس اذا بقينا داخل الاسواق هناك اكو اكل هواية وهذا الاكل ما يخلص. والله صحيح، جيجي إذا بقينا بالبيت راح يكون كل الصعب الخروج، ونروح الأسواق والله احتمال راح يطلع لنا زومبي يواجهنا ويقضي علينا. هاي روني انتظري، بصراحة هو قالوا تقربوا بس ما وصلوا للقرية حد الآن. لحد يلا اوكي جيجي الصور يا فرصتنا بسرعة، لازم نروح ونركض بسرعة. يلا اركض يلا استعجل جيجي. بس جيجي هاش قاعد اشوفون هنا؟ هاي روني والله تقربوا الزومبي، هسه بقى شوي وراح يدخلون للقرية. لحد يلا استعجل لازم ندخل بسرعة الأسواق. استعجل اوكي خلينا نسد الباب. بس والله هذا الشيء كلش مرعب، انا قاعد اشوف زومبي كلش هواية، معقول راح يتقربون علينا ويقضون علينا؟ هاي رونية تعي ساعديني على السريع، لازم نشيل هاي الصناديق ونخليها على الباب. اي صحيح حتى نحمي نفسنا وما يقدرون اصلا يفتحون الباب. يلا اوكي راح اخلي هنا صندوق بهاي الجهة، بس هي جيجي لازم نكون كلش حذرين. هاي رونية لازم نستعجل قبل ما يتقربون على الاسواق، والله هذا الشيء كلش خطر. طبعا جيجي اذا جو دخلوا الاسواق احنا راح ننتهي، لان اصلا حتى اكل ما يبقى عندنا ولا نقدر نجمع حتى اكل. اوكي بقى هذا الصندوق الاخير لازم اشيله بسرعه. بس هي جيجي انت عندك صندوق؟ هي رونية اوكي اعتقد هسه هاي كافيه، هسه احنا حمينا هذا المكان. صحيح
يعني إذا جو الزومبي وفتحوا الباب أصلا ما يقدرون يعبرون، لين راح تكون مسافة كوش صغيرة. أي طبعا مستحيل يقدرون يعبرون من هذا المكان. بس يلا أوكي أحسن شي نروح هناك من زجاج ونتراقب وشوف إيش قاعد يصير. بس ولو أنا كلش خايفة، يلا خل أروح. هيجي جيسان قاعد أسمع أصواتهم كلش مرعبة، شنو رأيك إنه أطلع أنا بالبيكاكس وواجههم لين تعرف إنهم ما يقدرون يعبرون، بس أنا راح أقدر أقاتلهم. هيرونيا أنت ما سمعتي إنه ذولا حشود من الزومبي؟ والله ذولا مو واحد ولا اثنين. أوكي أوكي هيجي راح أكون قوية صدقني، أصلها مسافة صغيرة. هاي هاي لا لا مستحيل. والله زومبي هاي سد الباب. هاي جيسان سحبني سحبني. هاي هاي بصراحة أنا شنو راح أقاتلهم. هاي ابتعد ابتعد يا زومبي يا مخرب. والله ذولا كلش أقوياء. هاي جيجي سحبني أرجوك. هاي جيجي أكو بيكاكس بالصندوق لازم استخدمه حتى نقاتله. اوكي اوكي هالسانة خدته. هاي ترى والله هذا كل الشرير ومزعج. هيا يا زومبي هيا جيجي ارجوك سد الباب. انا متوقع ذول الاشهر راح يقدرون يعبرون. هاي رونيا هالسانة رجعت سديت الباب. في عليك جيجي بس والله توقع جيجي. شنو هاي تعال رونيا شوف هذا الزومبي وين صعد هذا. شنو جيجي والله ذا الشي كلش غريب، احسن شي نقضى عليه هو بمكانه. والله مزين تخلصنا من ذول الزومبي الصغار. شنو والله بعد اكو زومبي من ذول الكبار. بس رانيه ذولا كلش خطرين ذولا. اي طبعا جيجي والله انا حتى تدمجت كلش هوايه. بس هي اسمعني جيجي هي يسمعون يا اشهر، اصلا انتم ما تقدرون تعبرون ولا تقدرون تدخلون. اي رانيه شو رايك اذا نظل ندمج بيهم من ورا هذا الزجاج؟ اعتقد ما يقدرون يسوون شيء. شوف اسمع جيجي انا من هذا الزومبي الصغير كلش خفت، فإذا فتحت هاي الزجاج احتمال هم راح يعبر هذا الزومبي الصغير وراح يدمجني. لحد اوكي عندك حل ثاني، احنا ايش راح نسوي هنا؟ شوف اسمع جيجي انا كلش اخاف من الزومبي، احتمال على فجأة راح يدخلون علينا وبعد ما اعرف احتمال راح يتخلصون منه، يعني احتمال بالخطأ راح يكسرون باب وما اعرف شلون راح يدخلون، بس احنا لازم نشوف لنا حل. اوكي هاي رونيا ما فهمت تقصدي اذا دخلوا على هذا المكان والله ماكو طريق للخروج اكيد راح يقضون علينا. شوف اسمع جيجي اصلا انا قاعد افكر وفكرت نسوي لنا مكان سري هنا، يعني هنا بالماركت. مكان سري بالماركت بصراحه انا ما مفكر بهذا الشيء. شوف اسمعني يعني اذا جو حشود كلش هوايه وقدروا يدخلون يعني كسروا زجاج او كسروا باب وقدروا يوصلونا، احنا لازم نسوي لنا مكان سري حتى نحتمي بيه. اوكي اوكي اذا راني انت ايش راح تسوين؟ انا اكيد راح اساعدك. شوف اسمعني جيجي بالبدايه لازم اكل. اوكي شنو اكل؟ عصير اناناس. اوكي خلي اجرب الاناناس اوصل لكم شو مو اكل اناناس. هي رانيا انا يسمح لي اكل اي شيء بدون ما ادفع فلوس مو صحيح؟ جيجي طبعا طبعا هسه حاله طارئه ومسموح لنا كل شيء نسوي. احنا مجبورين. اوكي انا بصراحه صار لي وايد ما اكل كوكيز. بعد يلا اوكي جيجي هسه مو وقت لعب، هسه لازم اخذ الاغراض اللي احتاجها. اوكي انا شفت هنا جيجي كان اكو اكس، انت اخذت الاكس؟ هي انا ما اخذت الاكس، اخذت بس هذا الشفل. شفل؟ هي جيجي متاكد؟ اي طبعا طبعا. اوكي راح ابحث بقية الصناديق، احتمال راح اثر على اكس حتى بعد كسر هذا الخشب وسوي لي مخبئ سري. يلا خل استعجل. هي جيجي قاعد اشوف ذول الزومبي هجموا على هذا الحيوان اللي مو قضوا عليه. هي رونيا قضوا حتى على التاجر. على التاجر؟ بس هي جيجي انا متاكد هذا التاجر ما كان يعرف ان الزومبي انتشر بكل مكان. اي طبعا طبعا والله ذول اعدادهم بدوا يزيدون. هي رونيا احنا لازم نشتغل لازم نشوف ان المكان وين راح نسوي المخبئ. اوكي اوكي جيجي بالبدايه انت جبت الاكس مو صحيح؟ اي طبعا طبعا. اوكي اتصور نحفر هنا. جيجي شلونك بهذا المكان؟ تتوقع اذا حفرنا هنا راح يكون مكان مناسب؟ مكان مناسب بصراحه اني ما اعرف. اخذي هذا الاكس واحفري انا اذا تريدي انا راح اساعدك. اوكي اوكي هسه اجى الوقت انك تسرب بسرعه وانزل تحت الارض، لازم اسوي مكان كلش عميق حتى بعد نسوي لنا مخبأ ونحتمي بيه. هيا يلا جيجي تعال ساعدني. اوكي اوكي انا راح انزل. يس انا كمل الشغلي وحفرنا هذا، بس هجيجوني كلش تعبت حتى عطشت. هي رونيا بصراحه انا عطشت انا اريد بيبسي. شنو هجيجي ليش اللي يعطش يشرب بيبسي غير المفروض يشرب ماي؟ هي رونيا هنا الاسواق كل شيء مجانا ولهذا اريد اشرب بيبسي مجانا. هجيجي والله انت غريب ليش تم تعرف؟ احنا اذا راح الزومبي وخلاص كل هاي الازمه احنا لازم نرجع نسدد لابو الاسواق ونعطي كل شيء صرفنا. شنو ادفع فلوس الكوكي اللي اكلتوني؟ اي طبعا طبعا. اوكي هي رونيا انا بصراحه ما عطشان انا ما اريد اشرب اي شيء. اوكي اوكي هذا راح يكون احسن، هسه اجى الوقت ونصل على السريع وبعد ايش راح اسوي؟ لازم اخذ مي وبعد ارجع اكمل شغلي واسوي لي بوابه. اوكي هو هذا بطل المي والله انا كلش عطشانه يلا خل اشرب. يس انا كمل شرب المي بس قاعد اسمع اصوات الزومبي كلش عالي ما اعرف شنو اللي صاير. هاي هاي ابتعدوا عني. شنو؟ لا مستحيل اكو شخص هنا موجود. هاي هاي اسمعني. هاي هاي ارجوكم
افتحوا الباب اريد ادخل ارجوكم. هي لازم تستعجل. والله شكل الزومبي مرعب. هي بس هذا وين راح؟ هي اسمعني، اذا تدخل مكان لازم تدخل بسرعه. هي ارجوكم افتحوا الباب، انا اريد ادخل. هي انا فتحت الباب. هي تعال. اوكي والله اني تعبت، هساني دخلت. اوكي يلا سد الباب. والله هذا الشيء كلش مرعب. هي معقوله يكون تعبك الزومبي؟ لا بصراحه اني تعبت، اني صار لي ساعه اركض، حتى جربت اروح على كل البيوت ما حد يقبل يفتح لي الباب. بس هي اسمعني، اريدك تخبرني بهذا الخبر، معقوله انه الزومبي يكون عضك؟ لازم تقولي على هذا الشيء، لان تعرف اذا عضك الزومبي احتمال راح تنتقل لك هالعدوى وتنتقل انت. هي صدقيني ما صار بي اي شيء، تعالي شوفي اني ما عضني الزومبي ابد. اوكي لا اذا تريد ابقى بهذا المكان، تعرفون ان انا اكو هاي الماركت راح يفيدني، وبكره انواع الاكل اذا انت متدمج. اوكي انا اشكر شين ساعدتي وفتحتي الباب، لان بصراحه داد الزومبي هوايه قاعد يزيدون اكثر واكثر، هالقريه كلها حتصير زومبي. بس هي اسمعني، احنا همزي قدر ننقذك وانت قدر تدخل هنا. اي صحيح، بس انت ما تعرفين اكو بعض البيوت الناس قاعد يصيحون، لين الزومبي قدر يدخل هاي البيوت واحتمال راح يتخلص منهم. شنو الناس؟ بس هي اسمعني، احنا شلون نقدر نساعدهم؟ اصلا هذا الشيء راح يكون كل الصعب. هي بصراحة احنا لازم نفكر بطريقة، لين اذا عفناهم هذول كلهم راح ينتهون. بس هي انت ما قاعد تشوف ان الزومبي ذول الاشرار منتشر بكل مكان، حتى عددهم قاعد يزيد كل شوي، واذا حاولنا نخرج ونطلع من هذا المكان اكيد راح يهجمون علي ذول الاشهر وراح يتخلصون مني. هي بصراحه اذا عندنا حل انا ما اعرف، احنا لازم نفكر بطريقه يعني نقارن تحل ذول الناس. اوكي بس هسه راح اروح جيجي وخبره بكل شيء، يلا خل اركض. يس انا تاكدت، هيراني هذا الشخص ما متعرض الى اي عضه زومبي. اي صحيح مثل ما قلت لكم انا ما خليتهم يتقربون علي. كل زين، لان تعرفوا انتم متعرضين لعضه زومبي احتمال تنتقل ان العدوى واحنا بنصير زومبي. بس هيراني انا هسه خبرني على الناس اللي محتاجين مساعده، بصراحه انقهرت عليهم، احنا لازم نفكر ونروح نساعدهم. بس جيجي شو راح نساعدهم؟ اوكي بالبدايه سان جوعانه، ايش راح اخذ اكل؟ لان جيجي احنا لازم تكون قلوبنا كامله، لان إذا قلبنا مو كاملة احتمال ذول الزومبي راح يواجهوني ويتخلصون مني. اي صحيح، بس هيرانية انا اريد اسالك، انا احنا اذا قاتلنا الزومبي وتخلصنا منهم، هذا الاكل بعد يوم ما نحتاج نجي ندفع فلوس مو صحيح؟ هي جيجي مو قلت لك لازم ندفع فلوس؟ شو ما تدفع فلوس؟ يعني انا راح ادافع عن القرية وقاتل الزومبي، المفروض انه ما ياخذوا مني دايموند. اذا دفعت عن اوكي جيجي ما اعرف، احتمال راح يوقفون على ذا الشيء واحتمال راح يسامحوك. انا متاكد راح يسامحوني. خلي اخذ لحم هوايه واخذ منه انا خضروات. اوكي انا راح اخذ هذه بنانه وراح اخذ هذا اوكي فراوله وطماطه، ولا لا 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 خذ رجعها الطماطه انا ما اريدها. بس جيجي بس احنا اخذنا اكل ويانا كلش هوايه. ايرونيه بصراحه الموز كلش مفيد. طبعا جيجي الصغر هذا راح يفيدنا، بس العاب شجبوا على العاب، اتمنى لو اقدر اجمع كل العاب والعب بيها، هذه كلش حلوه. ايرونيه انا بصراحه انا راح اخذ هالك هذه. شنو هي جيجي اسموك تاخذ العاب؟ هذا الشيء ما مسموح له. هيروني بصراحه انا من اقاتل الزومبي، احتاج يكون هالك وياي حتى اتحمس واصير قوي واقدر اقضي عليهم. هي جيجي والله انت كلش غريب. اوكي بس جيجي انت ما فكرت احنا شو راح نروح نقاتل الزومبي؟ اصلا هذا الشيء راح يكون كله صعب. هيروني بصراحه احنا عندنا هذا الجهاز الاسطوري. عربه التسوق. بس هي جيجي هاي عربه التسوق شو تفيد؟ هي رونية هسه راح اقول لك ايش راح تسوي، بصراحه هي تخلينا نسوق سريع، يعني نفتح هاي الباب بعدين تركبين عربه وتنطلقين وراها انا اجي وراك بس على السريع. صحيح، واحتمال راح نقدر ننقذ بها الناس ونجيبهم هذا المكان بسرعه. اوكي اذا روني ايش رايك اذا نفتح هسه الباب؟ اوكي بدا راح نشيل صندوق. بس هي اسمعني، انا لازم اخبرك انه احنا من نخرج لازم انت تغلق الباب بعدنا. اوكي انت اخرجي وانقذ الناس وانا راح اغلق هاي الباب. كل الزين لعد يلا جيجي. اوكي انا راح اخذ هسه هاي العربه واستعجل. هي جيجي افتح الباب. هيروني تحضري انا راح افتح الباب، وراها لازم تنطلقين. اوكي بس والله اني كلش خايفه. اوكي جيجي هاي العربه مكانها غلط هسه صحيح، هجي انطلقي. هيروني هسه راح اجي وراك. لازم اهرب على السريع، يلا خلي استعجل. يس انا قاعد اهرب من الزومبي. هي جيجي استعجل. هيرونيه والله بصراحه اكو شيء بالعربه اسطوري، اذا دعمت الزومبي راح يتدمج. شنو؟ هي جيجي لا عاد نقدر نجرب مره ثانيه، بلكي راح نقدر نقضي عليهم. بس والله انا حتى جعت. اوكي راح اكل وارجع اتوجه لهذا الزومبي. هي يلا روح. هيرونيه والله صحيح قاعد يتدمج. لا عاد اوكي جيجي وهي هي تحت. هي جيجي
لازم نجي عليه على السريع وندعمه بكل قوتنا حتى نتخلص منه. اوكي اوكي يلا راني ادمع. هاي جيجي هاش قاعد يصير؟ هاي هاي والله نزلتك حيوانات بالسماء، احنا لازم نستعجل. جيجي احتمال تكون ويا الزومبي، هيا يلا اهرب. هي عمو اسمعني، هسه احنا جبنا لك هاي العربة وتقدر تصعد بيها. اوكي اني اشكركم، هسه راح اجيب عائلتي حتى نهرب. اوكي اوكي لعت. هي جيجي هسه ركبت هذا الكرسي هنا ولازم نستعجل ونروح على السريع. هي انتظروني. اوكي هسه انا صعدت بهذا الكرسي. بس هي جيجي والله هنا قاعد اشوفك زومبي قاعد يتحرك داخل البيت، هسه ايش راح نسوي؟ هي روني حاولي. بس صحيح تذكرت. اجي شنو تذكرت؟ هي روني اكون انا بيت، انا اتذكر عندي اسلحة وحتى هذا يمكن خرج من القرية. شنو رايك اذا رحنا نبحث عن أسلحة؟ شنو أسلحة؟ هي جيجي والله هذا جان الزومبي. هي زومبي هيا يلا روح. هي ابتعد ابتعد والله هذا كل الشرير. هي راني اتجه على هذا البيت العملاق. البيت العملاق؟ هي جيجي متأكد انه عنده أسلحة؟ اي طبعا هذا ابنهم كان صديقي، هو حاكي لي كل أسرارهم، انا اعرف انه عندهم سلاح قوي. صحيح تذكرت. هي جيجي هذا كان عنده محل مال أسلحة، انا هم تذكرت. اي صحيح، انا مرة خبرني قال لي بابا عنده مكان تحت الأرض وهذا المكان بأسلحة نستفاد منه وقت ما نريد نقاتل الزومبي. هاي اكو حد هنا. هاي هاي جيجي معقول يكون ظلام هربوا؟ احتمال رانيه انه قرروا يهربون، بس احنا لازم نبحث. احتمال راح نعثر على السلاح يفيدنا. اوكي اوكي خلاص عد فوق. هاي جيجي هنا ماكو اي شيء، هنا طابق ثاني. هاي جيجي كل شيء ماكو هنا، معقول يكون تحت بالارض؟ هاي رانيه انا حجرب اصعد الطابق الثالث. اوكي اوكي بس هاش قاعد تشوف هنا. هاي هاي جيجي جيجي تعال تعال. هاي رانيه هساني جيت. شوف اسمع جيجي اكو هنا درج بس ما عفوا يودينا هذا الطريق. شنو مكان سري تحت الارض؟ والله هذا احتمال المكان اللي يضم بالاسلحه مالته. اوكي خل افتح هنا. صحيح جيجي انه اكو اسلحه كل شوي. والله الاسلحه راح تفيدني. هاي رونيا انطيني هذا السلاح حتى نقضي على ذول الزومبي. اوكي اوكي جيجي انا راح اعطيك هذا السلاح وهذا السلاح. بس هنا شنو موجود؟ هاي بصراحه هاي اسلحه كلش قويه. هاي جيجي والله انا اسلحه اسطوريه، صار عندي اسلحه كل شوي. بس هي جيجي هسه جت مهمتنا نقاتل كل الزومبي وبعد حتى نقض كل الناس. بس هي جيجي لازم نستعجل على السريع، احتمال لا يقتحمون هذا السوبر ماركت وياخذوه لهم. اوكي اوكي اذا لازم نروح نقاتل الزومبي، يلا راني استعجلي. اوكي اوكي يلا تعال. يس انا قاعد اسوق. هي جيجي جيجي قاتل قاتل. اوكي اوكي رونيا هسه راح اقضي عليهم. هي جيجي والله لازم امشي كل السريع حتى لازم اقاتلهم. والله على دم كل شوي. هي 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 امشي والله ذولا صاروا قريبين علي رونيا. اوكي اوكي جيجي بس اصلا صار المسافه قريبه مو صحيح. هي رونيا اعتقد هالمسافه. هي ابتعدي والله هذا الزومبي الصغير هذا كل الشرير. اوكي جيجي انا احسن شي راح اروح من هذا الاتجاه، يا صار مكان كلش خطر، يلا خلنا نهرب. يس احنا بدنا نتقرب. بس هي جيجي هاش قاعدة شو؟ هاي رونيا والله قاعد اقضي حاليوم بس دول ما قاعد يخلصون ابد. صدقني ما راح نقدر ندخل الباب لهذا الشيء صار كل الصعب. شنو؟ بس هي رونيا شنو رايك اذا صعدنا فوق البناية فوق الاسواق؟ جيجي راح نقدر نسوي هذا الشيء نصعد فوق البناية؟ اي طبعا طبعا انا عندي هنا البلوكات مال اوراق الاشجار. اوكي كنظامها من قبل احتمال راح تفيدني. اوكي بس هي جيجي انت غير تنتظرني؟ هي هي رونيا يلا اخذي هاي البلوكات وحاولي تبنين لنفسك. اوكي اوكي لازم اصعد بسرعه بس والله هذا الشيء كلش مرعب، انا قاعد اسمع اصوات زومبي. اوكي والله جيجي هذا المكان اسطوري، يعني احنا اذا دخلنا هنا وقفنا هنا بهذا المكان وقاتلناهم. والله ياتهم. هي رونيا حاولي تقضين عليهم. كل زين هي يلا روحوا يا مزعجين يا مقرفين يلا موتوا. والله رونيا احنا هاي الاسلحه راح نقدر نتخلص من كل الزومبي. هاي رونيا بصراحة قاعد نقضي عليهم بس دول الزومبي قاعد يزيد عددهم. اوكي اوكي جيجي احنا زعدنا الاسلحة بس والله مجتمعين هنا. هيا يلا روحوا. هاي رونيا والله السلاح لي بعدين. هاي اني متأكد اني سمعوا صوت الطلقات واللي هذا اجوا من كل انحاء المدينة ووصلوا لهذا المكان. شنو؟ اوكي انا راح اجي واضرب بهذا القناص. اوكي راح ابدا اتخلص منهم واحد واحد. هيا يلا روحوا. هاي رونيا والله هذا السلاح الشوت جان هذا اسطوري. جيجي انا شفتك قاعد تقضي عليهم كل شوي. اوكي واو والله هذا السلاح كلش حلو. اوكي بس جيجي اذا تقرب بعد اكثر اوكي راح اقدر انزل. اوكي اوكي راح اقدر انزل حتى اقضي عليهم كلهم. شلون السلاح خلاص؟ اوكي راح استخدم هذا السلاح اللي بعده. هيا يلا موت يا مقرفين. والله جيجي السلاح كلش قوي. هاي جيجي ساعدني ساعدني. هاي رونيا اوكي اذا تريدين اخذي هذا السلاح اذا سلاحك خلاص. اوكي اوكي والله انا ما جا اقدر. اوكي هاي جيجي وينك؟ اوكي انا ياتني موجود اخذي هذا السلاح. اوكي اوكي هسه راح احاول اخذه
لساني اخذت هذا السلاح الاسطوري. هيا يلا موت يا مزعجين، يلا روحوا. هيجي هسه احنا قاتلنا زومبي كلش هوايه، وش قد قضينا عليهم حتى ندمجت. هيجي ارجوك، انا محتاجه اكل. هيرونيه اذا لازم ننزل الاسواق، بس يمكن قاعد يشوف هناك زومبي. اوكي راح اقدر. هي والله هذا ما بيطلقات. اوكي راح احاول اصوب عليه. هيا يلا روح يا مزعج. اوكي والله كل السريع حتى اجي لهذا المكان. اوكي هسه صار هو هنا. هيا يلا تعال. اوكي واو والله قضيت عليه. بس هيجي اصلا احنا قضينا عليهم، شو تقول لو ننزل هنا؟ ننزل هنا على الاسواق، ولو هالمكان كلش عالي احسن من ننزل من الباب، احتمال راح يطلعوا لنا فجأة ويقضون علينا. اوكي اذا احسن شيء ان نكسر هذا وبعدين. والله تدمجت. بس يلا اوكي انا راح اخذ اكل من هذا المكان. بس هاي شقد اسلحه عندي صارت. راح اخذ اوكي هذا البرتقال، هذا كلش مفيد بفيتامين سي. اوكي بعد شنو اخذ؟ راح اخذ اوكي هذا الكيوي. هي جيجي شوف هنا شقد اكو اكل، والله هذا الاكل كله فادنا. اي طبعا هسه رجعت كل قلوبنا. بس والله قضينا على كل الزومبي، انا متاكد هسه المدينه صارت امان. جيجي احنا اليوم كلش تعبنا. هي جيجي بس قضينا على هواي زومبي وتخلصنا منهم. اي طبعا رانيا بصراحه اني قضيت على هواي زومبي بس اني تعبت. هاي تعالوا ارجوكم. هي جيجي شنو اللي صار؟ هي هذا صاحبنا، بس ايش قاعد يسال شنو الصاير؟ والله جيجي ما اعرف. اوكي خل افتح الباب واشوف. هي شنو اللي صار؟ لا مستحيل. هي رانيا اخذي على ذول الزومبي. اوكي جيجي هسه راح اتخلص منهم. هي يلا موتوا. بس ها شلون دخلوا الاسواق؟ هي جيجي ساعدني ارجوك. هي انا قاعد اساعدك بس والله عدد مويه. لا مستحيل، اكيد راح يتخلصون مني. والله هذا الشيء كله صعب. يلا خل اركض. بس اوكي خل استخدم هذا السلاح اللي بعده. هيا يلا روح انت يا مزعج. اوكي بعد انتهم وانتهم. هيجي احنا قضينا عليهم كلهم مو صحيح. اي صحيح، بس هي شلون قدروا ذول يدخلوا هذا المكان؟ اي صحيح اصلا مكان امن. هي دخلوا عن طريق السقف، كسروا الزجاج ودخلوا. شنو؟ لا مستحيل. بس يا جيجي والله احنا قضينا على العداد كل شوية، تتوقع انه ما سقضنا عليهم كلهم؟ اي بصراحة ما اعرف، انا قاعد اسمع بعدك اصوات. بس هيرونيا والله تخلصنا منهم، ما اعتقد بعد راح يجون زومبي اكثر. صحيح. بس يا جيجي اساني كل الجوعانة لين دمشت كل شوية، لازم اكل حتى ترجع كل قلوبي. يلا خل اكل. ايه هساني قاعد اسمعك وبعد صوت زومبي. هي جيجي بما انه احنا عندنا هالاسلحه القويه، ليش ما نطلعوا نقاتلهم؟ تصوروا بقى عدد كلش قليل. هي اوكي رونيا، هي اني مستعد، اصلا انا قامل اكون مستعد للزومبي. اوكي والله هذا هنا زومبي. هي يلا روح. اوكي جيجي معقول يكون بس هاي هذول الاثنين هنا. اوكي جيجي قضينا عليهم. اي والله صحيح، انا قدرت اقضي على نص الزومبي. بوم. بس هي جيجي تتوقع انك بعد نجي الثانيه لازم نروح نستكشف؟ بس اتصور هسه كل هذا المكان صار امن، لان احنا قضينا على كل شيء هواي زومبي. هاي رونيا شنو؟ هاي نوري اتبع على السما. اوكي جيجي والله ذول الوحوش عشان ما اعرف من قاعد يجون. اوكي لازم اتخلص منهم. هيا يلا موت. والله هذا الطير المرعب هذا من يجي؟ هاي رونيا لا تخافين، هذا دائما يرافق الزومبي. بس والله رونيا قضينا حتى على ذول الوحوش. هي اسمعوا يا اولاد، انا اعرف ان انتوا البارحه استخدمتوا هاي الاسواق وقاتلتوا الزومبي. اي صحيح، بس هي ارجوك معقول راح تغرمني وتاخذ منا غرامه هواي؟ هي بصراحه انا اكلت هوايه، حتى اكلت كوكيز واكلت صمون، بس ارجوك انا ما عندي دايمون. اي صحيح انا بنفس الشيء اكلت اكل كلش هوايه، لان تعرف ذول الزومبي قاتلوني ودمجوني ولهذا احتاجين اكل. هي اسمعوا، انا جيت اريد اخبركم انه صاحب هاي الاسواق خبرني انه احنا ما نريد منكم دايموند، لان انتوا ابطال ودافعتوا عن هالقريه وقضيتوا على الزومبي. ايش شنو؟ يعني ما راح تاخذوا منا اي دايموند؟ اي طبعا مو بس هذا، دائما تعالوا اخذوا منا اكل، راح ما ناخذ منكم دايموند، راح يكون مجانا. شنو؟ لا مستحيل. هي جيجي معقول انا قاعد احلم؟ هيروني والله هذا مو حلم، حتى انا سمعته يقول دائما تعالوا اخذ كوكيز واخذ لحم كله مجانا. ولين يا حبايب وصلنا هات الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي في فيديو جديد. مع السلامة.